هل يعقل أن يعني بالعربي أبا علي البصري، أبو علي البصري، هل يعقل أن أبو علي البصري هذا الشخص اللي يشتغل بشكل مباشر في مكافحة الإرهاب ويقوم يشترك مباشرة أيضا في تنفيذ بعض العمليات؟ أنا أشهد له بذلك، حتى أني ذهبت مرة أو مرتين معهم في أكثر من مرة وقابلنا الإرهابيين. هل يعقل أن يكون هذا الشخص اللي يلقي القبض على الإرهابيين والمجاميع الإرهابية هو نفسه كما أذيع هنا وهناك بأنه له علاقة بتهريب لاحظ استاذ محمد، هناك قضيه متعلقه بالاسقاط السياسي والمناوئين للعمليه السياسيه والمناوئين لدوله رئيس الوزراء وكل من يرتبط بدوله رئيس الوزراء. هؤلاء اشاعوا واثاروا في بعض وسائل اعلامهم ان ابا علي البصري له علاقه في الموضوع. نعم التقرير، وهذا التقرير امامي الان وانا عضو في هذه اللجنه، لا يوجد اي ذكر والله تابعنا بأسف شديد هذه الحملة الظالمة والكاذبة والمفبركة ضد السيد أبو علي البصري وضد العميد علي فاضل عمران، وهناك الكثير من الأكاذيب والافتراءات. أبو علي البصري الآن موجود في العراق، وأيضا العميد علي فاضل عمران موجود ويمارسون عملهم، وكذلك النقيب عمار يمارسون عملهم بشكل طبيعي، ولا صحة لما تناقلته هذه الوسائل. ونؤكد بأنهم من خيرة منتسبي القوات والأجهزة الأمنية، ولديهم سجل مشرف في العمل الأمني وباستتباب الأمن، وهذه الأخبار والأنباء هي عارية عن الصحة. هذا الشخص رجل عمل مع الأجهزة الأمنية وبالتحديد مع الإرهاب، وكان يستطيع وكان قد جلب الكثير من المعلومات وصدر أوامر القبض على مجرمين واعترفوا بجرمهم ونالوا الحكم ويعملوا ويتجولوا في المناطق الساخنة في العراق، وهو الذي جاء بهذه المعلومة. وللأسف الشديد يستهزئ البعض به. هذا الشخص ابن البصرة ولديه 6 شهداء، أبوه وجده وجدته واثنان من خواله أخواله وخالته، 6 من بيته. أقول اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله.